أنا اسمي وليد أحمد محمد، طالب في السنة النهائية كلية هندسة جامعة صهاج. والله أول ما الفكرة جاتني أول حاجة عرفتها إنه كان حد من الدفعة عندنا نزل لينك الصفحة بتاعت الشركة، فدخلت على لينك الصفحة دي وقعدت أتابع معاهم، وكان في بوستات كتير بتنزل وفضلت أتابع. وبعدين عرفت برضو إنه ناس كتير فضلت تشاكلني في الاسم في الشركة والتدريب بتاعها. استنيت لحد ما إنه التدريب راح يفتح، رحت قدمت والحمد لله إني جبلوني وحتى التدريب الحمد لله. والله أنا أول ما دخلت التأجيل بالتدريب على طول ما كنتش فاهم أي حاجة، ولا ديزاين ولا شوب درون ولا تندرين ولا أي حاجة. الحمد لله دخلت كده أخذت ديزاين بعد باشمهندس أحمد الحطاب، وشوب درون بعد باشمهندس محمد مصطفى، والتندر مع باشمهندس حمدي. الحمد لله فادوني جامد، وبجد دلوقتي المعلومات المبدئية اللي أقدر من خلالها أبني عليها وأشتغل على المشروع ده، سواء كان ديزاين أو شوب دروينج أو تندر. يعني والله يقضي بنسبة 70%. تمام. تقييمك للمدرب بالنسبة للمرؤوسين؟ 80%. والله أحب أقدمه، أهم حاجة المفروض يعملها بعد كل تاسك بناخدها يجي يطبق عليها، بعد كل محاضرة بناخدها يعمل التاسك، وأهم من كله يعمل الترخيص. ده مهم جدا جدا، إنه هو في أثناء بعد ما أخذ المحاضرة هيبقوا عندي المعلومات جاهزة، بس المشكلة بعد كده بفترة راح ينسى المعلومات دي. فأفضل حاجة إنه هو يكتبها في كشكول مثلا أو يلخصها، دي تبقى زي مرجع لي، ممكن في اي وقت يرجع لها، ودي حتساعده كتير جدا. يعني دي اهم نقطه اعتقادي، يعني المفروض يهتم بيها.